صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل مسألة حل السحر بالسحر مسألة خلافية، وأن علماء الحنابلة أفتوا بها، ومن حرمها إنما حرمها لسد الذريعة وللمصلحة؟ يا أخوان، الخلاف ما هو محصور، الخلاف يقع، لكن الكلام فيما يدل عليه الدليل. فإذا اختلف العلماء فإننا لا ننظر إلى مجرد اختلافهم ونقول هذا دليل على سعة الأمر، ودليل على أنك مخير تأخذ من الأقوال ما تشاء. هذا من قول أتباع الهوى الذين يتبعون ما تهواه أنفسهم، فيأخذون من الأقوال ما يوافق أهواءهم. الواجب إذا اختلف العلماء أن نرد خلافهم إلى الدليل، إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفه فهو خطأ، لا نعتبره ولا نأخذ به أبدا، وهو خلاف الدليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. ما نبقى على اختلافنا ونقول كل واحد يأخذ ما يصلح له من أقوال أهل العلم، هذا قول أهل الباطل وأهل الهوى. فلنقول نرد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فما شهد له الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف فهو خطأ، نعتذر لصاحبه ولا نأخذ به. نعم. صلى الله عليه. ومن ذلك قضية حل السحر، إن قدر أن أحد خالف فيها من العلماء فمخالفته خطأ، لأن خلاف الأدلة من الكتاب والسنة فهي خطأ. نعم.